اليوم أفكارنا كتير، قلبوا جلن الزيت وشوفوا شو رح يصير. علقوا كياس البصل أو كياس البطاطا بالمساحة. السلام عليكم، اليوم عنا أفكار كتير، تابعوا الفيديو من البداية للنهاية وكل فكرة بفكرتها لحتى تستفيدوا. إذا ما استفدتوا من أول فكرة أنا متأكدة رح تستفيدوا من الفكرة الثانية أو حتى الثالثة، المهم رح تطلعوا من الفيديو مستفيدين على كل الأحوال. بداية أحبائي إذا أول مرة بتشوفوني وحبيتوا المحتوى وحابين يوصلكم مني كل جديد، ما عليكم إلا تنزلوا لتحت لأسفل الفيديو تكبسوا اشتراك تفعلوا الجرس، وأهم شيء تكبسوا على كلمة الكل، بهي الطريقة بتكونوا انضميتوا لعائلتنا كبيرة. ويا اهلا وسهلا فيكم. بداية احبائي مثل ما شايفين انا عندي هون كياس البصل وكياس البطاطا، هيدول انا ما برميهم ابدا، كل ما اجيب بطاطا او بصل عندي على البيت بجيبهم، بحاول قد ما فيي اني اجيبهم بهيدي النوعية من الكياس. ليه انا هيدي الكياس ما برميها؟ هيدي الكياس ما برميها لانه انا بقدر استفيد منها بسبب نوعية هيدي الكياس. اول شيء كياس كتير مهمة، كياس سميكة بقدر استفيد منها بحال بدي اعمل المكدوس، مكدوس الباذنجان، وقت بدي اعصر واسحب المي من الباذنجان بقدر انا احط الباذنجانات بقلبه، وبقدر بكل بساطة اني طبعا كبسهم على بعض وتصير تتصفى ميتهم بكل سهولة، طبعا مع وضع شيء تقيل عليهم. هيدي شغلة بالنسبة لهدول الاكياس. وكمان بقدر استفيد منهم بفكرة تانية، الفكرة اللي اليوم بدي اعملكم انا فكرة كتير كتير مهمة، انا بنصحكم تعملوها قبل رمضان، رخيصة كتير ومهمة كتير. بقدر رح احط هيدول الاكياس على جنب لنباشر بهيدي الفكرة يلي رح استخدم فيها هيدول الاكياس. بداية احبائي عندي هون نصف ملعقة من ملح الليمون، نصف ملعقة من الكربونة، الكربونة اللي بنستخدمها للفاصوليا قبل بنهار وقت ننقعها فيها. عندي شوي صغيرة من معجون الجلي شوي، وكمان رح جيب ليمون الحامض واعصرهم فوق مع البزر هيدا الشكل. ورح جيب المي المغلية ونزلهم مباشرة فوق. شفتوا هالرغوة اللي اعطتني اياها؟ رغوة كتير كبيرة من شوي صغيرة من معجون الجلي اللي انا حطيته، شوي صغيرة مع الكربونة مع ملح الليمون مثل ما شايفين، او حامض الليمون مع عصرة صغيرة من ليمونة الحامض. ليكوا هالرغوة كتير كبيرة، شفتوا قديش انا بكون وفرت معجون جلي. شوفوا شو رح اعمل هلا، رح جيب هلا المساحة، عندي هون المساحة مثل ما شايفين، وبدي احط عليها كياس البصل او كياس البطاطا طبعا اللي انا كنت مجهزيتها. رح افتحها بهيدي الطريقة ورح دخلها للداخل ولفها بهيدا الشكل. واكيد في هون بيكون بقلبهم معلق هيك مثل الربطات، كمان بعملهم بهيدا الشكل. طب انا هون شو بكون عملت؟ بكون عملت بديل السيفة من سماكة هيدا الكيس، انا بقدر استخدمه بديل سلك المواعين. سلك المواعين هيدي الايام او السيف كتير 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 غالي، فاذا بدنا نجيب قطع كيس كبير فاكيد سعره يمكن ناس كتير ما تقدر تجيبه قد ما الاسعار صراحة نار. فاليوم طبعا حبيت اني اقدم هيدي الفكرة، كمان هيدي رح فوت من الميل التاني كمان بنفس الطريقة، وبدي هيك كيف هيدا جعلته على بعض، كمان هيدا بدي جعلكه على بعضه، وبدي لفه مثل ما لفيت هديك المي. بتعملوها بجط اكبر، وبدي بلش حطهم عليها بهيدا الشكل مثل ما شايفين. وشوفوا شو رح اعمل هلا. اذا كان في عندكم زيوت مستعصية حتى بقلب الحمامات تقدروا مثلا بس تعملوهم، هيدول بيجوا الفراغات الموجودين بين البلاط كل الوسخ بيشيلوا، خاصة بقلب الحمامات من الرطوبة كلياتهم احبائي بينشالوا. فكرة كتير بسيطة ورخيصة جدا، هيدول الاكياس
بينرموا صراحة، ما ترموهم، احتفظوا فيهم واستخدموهم بهيدي الفكرة لتنظيفة رمضان. والحلو فيهم انه فيكم تستخدموهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، مش مثل الليف مش مثل السيف العادية احبائي. ففكرة كتير مهمة، انا بتمنى انكم تجربوها. واكيد بعد ما نظف كله بهذا الشكل برجع طبعا بدور الخرطوم او المبريش، وكله هيدا بغسله كتير منيح. فكرة رقم اثنين احبائي، كمان بكياس البصل فينا نستخدمهم بديل سلك المواعين بالتليف مثلا بكل بساطة. وقت بدنا نجلي مثلا وما في عنا سيفي او سلك مواعين بنقدر نستخدمها بكل بساطة احبائي، ومنليف فيها بكل بساطة وبكل سهولة. وحتى انه بنقدر نليف فيها الحنفيات بيصيروا بيبرقوا برق، رح فرجيكم كيف نقدر نليف فيها بكل سهولة وبكل بساطة احبائي بهيدا الشكل. اذا كان في اي ترسبات كلسية موجودة كمان كلياتها احبائي بتنشال. نحن هون الفكرة انه نوفر، اللي بحب يوفر، اللي عنده مثلا المادة عنده كتير ضعيفة مش قادر يشتري مثلا، يمكن اوقات في ناس فعلا مش قادرة تجيب سيف جلي او سلك مواعين، فبتقدروا تستخدموا هيدول بكل بساطة. اقلب جلن الزيت. شي نهار جربتي تعملي هيدي الطريقة، انا متأكدة انه ولا مرة خطرت ببالك. اليوم رح نعملها لانه فعلا طريقة كتير مهمة، انا بنصحك انك تجربيها. دايما احبائي منعاني من مشكلة انه وقت مثلا نستخدم جالون الزيت شو بيصير عنا وقت نحطه على الطاولة او نحطه مثلا بقلب النملية، فبيصير في بقع زيت من تحت، وهيدا الموضوع كتير كتير بيزعج كتير من الاشخاص. اليوم رح اعلمكم على هيدي الطريقة، طريقة كتير بسيطة. لبوا جالون الزيت بهيدا الشكل مثل ما شايفين، وجيبوا كلينكس واعملوه عليها بهيدي الطريقة بهيدا الشكل، شفتوا كيف؟ وحطوا عليها شوية مي بهيدي الطريقة، اكيد رح ترجع تنشف، يعني تقريبا بدها شي ساعة بتنشف. بعد ما تنشف شو بيصير عندي؟ بتصير مثلا بحال نحنا استخدمنا جالون الزيت، ساعتها رح يلقط او المحارم الموجودة رح تلقط كل الزيت اللي ممكن ينزل من فوق، فكله بتشربه، مستحيل انه ينزل ويتللنا الدنيا وتصير عنا الدنيا مليانة زيت ودبق. فبهيدي الطريقة احبائي فيكم طبعا تعملوها، وطريقة كتير بسيطة وكتير سهلة. برجع بذكر المحارم رح ينشفوا ورح ياخدوا هيدا الشكل. هيدي كانت افكارنا لليوم، ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم. خبروني حضراتكم من اي بلد هيدا الموضوع بيسعدني جدا. انا هلا بدي ودعكم الى اللقاء.